الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى ابن آدم كوحيالها وكفض إلي ومخلوقات فربضاً وكغفض إلي وحاكم ذا عقلك. إلهي تبارك وتعالى وحو سيي وحو صنسينين إن بضنا مخلوقات ككمد عقلك وحبنك بني آدم كلوغو تلقلي إنو كفكرو إنو أفير صدو إنو أفير صدو الدنيا دن إيانو لشيسة آخرة إيا دارت صوصعته وحاكم إذا ميلاها اللوبة هاي هاي إن عقلك الله استعماله إن الروح نولشي سديب أفرين كسميه إن نولشي سديب أفرين نقضه إن مرول بحساب تمو إصلاح حساب إسوي ديو حقيت كسو باللوضي حقيت مريسا حقيت سكسعوتا إسوي ديو مخصات كتشرتا مسفائدة هيسا مرول بحساب تنكيسو إنو تاقنادو هادي مركاسو خسار سنية هينا وإنو بدل راديو هادو مركا فاهيدا هينا وإنو فائدة السيادية لكن وحي كو إيمان كرتا نتيجة دا إنا الخسار سنتا إيا إنا فائدة هيسو وحي إيمان كرتا مركا حساب تنتو وحوغاقا يركا شيري مده أكون كايدين كتشرا حساب توضا لغا مرنا ماضو إمي ساكو كرربي محاسا لغا استعمالي ما سكويا لا وحساب توكتون لما الله هين نلاش هذا إن هذا حساب يسمى حد دي ورما خسار سنتاي مسوات فائد سنتاي آخر هذا دي أدون كاقية الدين كاقة وارين أباهن إن هذا فيرس الله تبارك وتعالى مبدأ مراجعة نفسك هي مرول بإن هذا حال كاقة الله سعطوت إصلاح حساب تنتو ربي تبارك وتعالى ميلا قرآن كم إذا بينا قلت المابي وحو ربي نقويا وردتك مؤمنين تهو الله كبق نف والبها فيرس وحي بري أهر مرستي وسؤال سوي الدين لم حاب بري أهر مرستو أكون ككويال حا خسند كوجو شرا وأضربت الرب جينات كلك ولن تبارك وتعالى ولتنظر نفس في ربالوي وفيرس ما حا كسو بحي مركا إن أنا خسندي وحي كوجو شرا ودعي كرت وحدعي كرت وح كوجو في لنا يسون كوجرا وحس كوجرا وحدعي كرت وح كوجو في لنا أباه إن السياد سينا كوجو شرا كل ذلك وحي كبر ليس مركات في رسكد ولتنظر نفس ما قدمت لغد في الصحيحين من حديث أنس أي النبي صلوات ربي وسلامه عليه وحوي مننا عرابية مركز أوحر يا رسول الله متى الساعة رسول الله قيامه وقرمة قرمة قيامه لعزة مركز النبي وحر صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها مع ذلك يا رزطي ها هو سؤال سؤالك جواب قيامه وقرمة جوابته ذو وحي محاكو ديار محاكو ديار جوابته ذو وحي إيمان كرتا بعد طول نظر ومراجعة أي كوسو بيه كرتا هذا وحي نوباهن نولوشي إن يقاب كانون نولوه إن أي سؤال إسكوي الدينو مجتمعات كي مسلم كأها إي ودمضو ذي الظروف أما خلط سيئن خلط أما سيئن خلط هاي بالظروف كيمتاي إنه ودمان قربها يمادان مدنا كون نولا تون سنو لبا تون سنو صدون سنو كير كبدا نولا شاداس آد ميشا كون نولا سو مباهن إناد دبو فيرس سو مباهن إناد ميزان كسارت سو مباهن إناد دول استاكت ور محاد خسار سنتاي محاد سفائيد سنتاي محاد فائدهيس محاد سخسارهيس من حيث الجملة قودهان مركا كور لغا فيريو حينو سو بحيس ملاها سو سعودا من خرار بان غوصاني اي كو كتاهي ان بدانو مسلمين تي لول كان يميد كميدا وحي خسارين وح الهي بحيي الله استوحي اقو قالسانا او عقيدة دو دي بي خسارين ان بدانو مجتمعات كي كميدا افراد دي كميدا رقية دمر دين تو دي بي اللوميين عقيدة دو دي بي اللوميين كو حدنان تي الله اللوميين واتشبيات كي دين تي اللوميين آخر دو دي بي اللوميين فعلا تصدرات القارب هذا الدين تودي الرقم كودي وكتجن وخسر وين ووح لودي قالها إن بدل إنك
inagamida waa ka sokayna heerka oo mayna caqiidadii iyo diintii oo dhan bedelin laakiin dhaawac baa ina gaadhay iimaankeennii waa isdhimay cadaadiska nagaga imaanaya saamaynta ka imaanaysa mujtamacaadkan aan ku dhex noolah lianna waxa weeye qatcan saamayntu waa jirta nabigeennaa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wuxuu leeyahay ruuxu ninka saaxiibkiisa buu ku diin yahay ee ka fiirsada ciddaad la saaxiibaysa ruuxa xuneed la degantahe la nooshahay ee dhaqan xumad iyo caqiidadaad iyo diintaada khilaafsani waa ku siinaya wuxuu haystu wax kaa siinaya deriskaagu waa ku saamaynaya mujtamacu waa ku saamaynaya shaaricu waa ku saamaynaya iskuulka iyo goobaha waxbarashadu waa ku saamaynayaan suurtagal maaha inaad uun sidaada iska ahaato macquul maaha lianna dad kaa badan iyo biyo kaa badan waa ku hafiyaan deriskaaga mar waa lagu daydaa marna waa lagu diimaa marna waa laga daraa xaqiiqadu waa taa saamaynta ka imaanaysa shaarica iyo mujtamacaadka iyo meesha aad ku nooshahay baa in badanoo innaga inaga mid a waxay iimaankeennii dhaawac u geystay sidaas daraaddeed waxyaalo fara badan oo xanaf ah oo xoog ah oo iimaanku lahaaba hoos u dhacay waa duugoobay sida nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina alimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu thawb fas'aluu allaha an yujadida alimaana fii qulubikum iimaanku qalbigiinna waa ku duugoobaa say marada u duugowdo kale ee allah weydiistay inuu iimaanka idiin cusboonaysiiyo iimaankii hadduu duugoobay oo daciifayna waxaa ka dhashay in badanoo waajibaadkii ka mida inaan dayacno waxaa ka mida inaynu in badanoo waxyaalihii ilaahay xarimay ah inaan iska gallo si fudud u gallo oonu aynu dabaalanno xaggay ka yimaadeen calashaan iimaankeennii baa daciifay in badanoo innaga inaga mid a aafadaasaa ina haysata taacadii baa nagu cuslaatay khayraadkii baan kari la'nahay waajibaadkii waa gudan la'nahay aathaamtii iyo dunuubtiina waa iska celin la'ah waa jiranayna wax badani waa inoo fududaadeenoo wixii ilaahay reebay ka mid a tabaaraka wa tacaala kullu daalika waa midho kharaadh oo aan ka goosanayno noloshan aynu halkan ku nool waxaa intaa dheer oo khasaaraheenna ka mid a qoysas fara badan oo muslim ah oo dhulkan yimid oo iyagoo ishaysta oo isku duuban oo isjecel yaa oo isku kalsoon guri xasilooni iyo degenaansho iyo kalsooni dadku wada nool ayaa dhulka yimid waxaan ogsoonnahay dhammaanteen masaa'ibta ugu waaweyn ayna haysatay inay ka mid tahay qoysaska burburaya ninkiina dayacan islaantii xaaskiina dayacantay caruurtii ay korinayeene ku hoos nooleydna dayacantay nisba iyo baasantii aad u sarreeya wey qoysaska dumaya burburay waana khasaaro weyn khasaaro weyn lianna qoysasku hadday burburaan mujtamacii waa burburay qoysku waa asaaska waa lafdhabarta mujtamaca hadduu dumo mujtamacuna waa dumay ismahayso imisaan khasaarsanahay marka danka kale u timaado waxyaalahaan khasaarnay waxaa ka mid a da'yartii iyo jenereeshinkii ama meeshan ku dhashay ama iyagoo yaryar intaynu keennay meesha ku koray ma hayno aaway in badan oo ka mid a diintooda ma yaqaanaan in badan oo ka mid a dhaqankii iyo qiyamkii muslimiintu lahaa ee waxba kama yaqaanaan taariikhdeennii ma yaqaanaan hiddaheennii ma yaqaanaan dhulkii ma yaqaanaan haba yaraatee wax calaaqa a lama leh noloshay in badanay ka dhacsan yihiin laba musiibaa qabsatay qaar badan oo ka mid a diintoodii aqoonna uma laha dhaqanna uma laha madaabaanba meelahaa jidadkay taagtaagan yihiin daroogaa laysay wakhti lumis meela taagtaagni waxay noqdeen in badanoo ka mida guruubiyo iyo tiimam xataa gaaladu ka cudubilaystaan oo mujtamacaadkaynu u nimid baan xataa waxaan u noqonnay tusaale xun baan u noqonnay oo macnaha waxa weeye marka xumaanta laga hadlayo lasoo qaato ayaan u noqonnay waa da'yarteennii waa caruurteennii gabdheennii wiilashaynii waa khasaarnay intii ka soo hadhay oo waxoogaa masaajidda iyo khayrka ku xidhnay oo qoysaska yaro roon ka yimid iyagana aafo waxaa u soo baxday la yidhaahdo afkaar shaati diineed qabta oo magac jihaad huwan oo diinta ka fog oo dhiiggii muslimka iyo xoolahoodii iyo dalkoodaba xalaashanaysa oo magac jihaad iyo xamaaskiisa xambaarsan ayaa in badan oo ka mid a da'yarta intii soo hadhay yaraydna
كحيسني يا إنه بدبادة مرك يا إنه بدبادة جريشين كي إيه بين آدم كي للربعين إنه قعدتك وهاي إنه خسر صنع محن فائدة هاي مرك مد أي دروجة الله تكتوي كذا كتاك تاجن وكذا عسنا الله شبه أدوني آخر عن كورهين بعده كان علبي علي أبار بمو وبكذا عسنا هاي إيه مد أي دويلها سي موجدها سي قاتل أنت صوها داي بقول كي بهالمدن مركين النفطين رول أشجن وإنه بنت إسكدين ما خسر صنع مسوى فايدني وخسر صنع وهذه الحقيقة ما هو أنا بنت أمريكا تكبر هذه فيلم كأو حبة كتشرين حقيقة هو حوي وار خسر صنع وعينه خسر ناس يدوك عليه قيم كي أخلاقي دين تينا أصل كذا وأخلاق نبي محمد صلى الله عليه وسلم على وحي الله أصاد إلي وحي لها أقولهم سوحوها إنه أخلاق ده وناكسن حقيقيو إنه لما يستر صلوات ربي وسلم عليه ساسترا ديد با أمدي هوري وحي أهي دقنك إيا أخلاق ده إيا قيمك إيا وناك إيا السنوك ده الله قد يدي أهي دعات بيكو أهي قير كود با كسو راعج أمدها كسو إسلامج أيها الحوضة كودك مجري ومضاها كلي كل دق مشرين دل يقان يا هاي آوي دقن كي يخلق يا أخلاق لي ولا تنيد آوي قالوا من أيضا إلى أن نقول مضرب المثل السوء ليس لنا مثل السوء تصالح ولا نقول أو مجتمعاتك حتى قريهنا هي دقن كنا هي تصرف كنا هي سيدا يعني وحوي أي لبا يا بيهم أي يجب أن الأيام ولي نقعد بالليسانية دقن كي أخلاق لي ولا تنيد آوي عروتي يديرتي جنريشن كي كعي لومين إن بدن واجبات كي لومين وحبان باي نقال مقال هذان اسوي دينون نراهنا مرك تواب عرقنا يو وكو خسار سنة هاي لكن دنكي الدنيا دا فائدة ما هينا يا دنكي الدنيا دا فائدة ما هينا هينا وسؤال اسوي دين ورمحال هيا وسؤال باهن إن نفت هذا كله نغطو الروح والبينو اسمي زامو ومحالي سمع فائدة مع الربحة هذا يكوصوا بحضو وروحوغاغا يركي ماويلادا عند صرحاتك صندريرادا يرتع خسارها آت كتشرتا كوين هذا يكون صوب حضو هل كاسا وحاكرنا ليس النتيجة حال ما تشيري كرا إنا سويديس ورحال ما تشيري كرا يا سيدان سيدان تما تشيري كرتا إنا مركاسي فكرتو أوت فيريسو أوت بابو أوت راديسو وآترادا ورسيدان سي مردامي كرتا ميشان ميري مردامي كرتا قاب كان قاب مردامي كرا مركات فكر تود ربي كاشتنا حلول بدن باكوز وبعيس لكن ميد با خطر اديغو او خسارتن حدنا اناد اسموك تهيو سيدا اساقا سعوتو تان نتيجة ديدو وحوي وخسارة كدر او خاتم حماء قريقاقي ويدي عروتا دي ويدي ريركاقي ويدي دينتا دي ناوع باقاري مركا يويرتا حقات كوسي سعوتا مركا وعاد كوسي خاتم حماء وكوسي سعوتا سو اسدا وقوشة مليد مركا الله تبارك وتعالى قرآن كريم كأو حكوله دتك أن رجعيني نينون كعب سنينين لكولن كيغا كتلك شرعي بينينا يغي لكول ميان أدوم كان رالي كن نغضي كن حسلي حقاقا ديغانكا حقاقا صورنا عهية حقاقا عافماتكا حقاقا نلدلالكا ورضو بالحياة الدنيا واطمانو بي انت سيكو حسلي الله وحوله تبارك وتعالى آيات كيغانا موقبا كما ورهيا وهم موجهين بغافلين الله وحيد تبارك وتعالى كواسي هوي قوذوا النار وحكا استود خسارتنا خسارها وقوي وإن الإله عذاب كيسي على ديسة آد قشوه وآد عذابك قشوه النار شنظ إلهي كقد تبارك وتعالى إذا ديس ساس مسألة داسي وحي إذن كبرا رجينا يا مركب راني مهمة دا إذا وحوي إنا إذن كبرا رجينا ورب هلا حسابتهم ورب الكفدة سارة ما خسارة وكتشرنا لو تنسنا كذب صدّن سنة كذب طبّن سنة كذب نتيجة محيطها هل هي خسارة أم فائدة هذا يكون صعب هذا هو خسارة سنتا تحل رادي يا شيد كان إلهي مقص من تبارك وتعالى أنت صو شيد ما فرن إلهي تبارك وتعالى أنت صو حلب فري هذه أبكوا قنع سنتا يدوم الفائدينا تفائدة من هذا الجرو مالك هذا نتجد إن شاء الله تعالى هذا إسلام هذا ولي فائدة كتير تايو فيلم كبنتي وجود دارين يعني وماشى هذا لكن فعلا النتائج تأنكها الله إنه هذا إنه قعنت كواين سؤال بقى إيماني زي مراجعة النفس السمية ومحال ومحال قبل ذلك كره يا حيل كسرية أرنتا أيضا كوه حيل كسرية والدك لا وح حيل كسرية علم هذا يدعاء وما تحشوكته
مسؤوليته هو كوي انتهى مسؤولية كستونا ننك علمنا وحقرانيا داعي دينة إلهية قانا ومدى السيدة نبا بأيسا كل حنوال عرورته دي أركيا كريوه دي أركيا بربركو دي أركيا انت دينة كسعت آخرات دي اللومين يسا نحتاجن هذا مع ذلك أن درين يحلك السنمال هاي مسؤوليته العظمى عدك مسؤولية مجر أمام الله ومسؤولك أقوين اللي ويدين دونه وي ورمدا جهل يكسن وانا نحتاجت مع هذا عبد بادي وي وركا إنا دسك عيارت ودسك قصر وآذن درينين وآذ عيارتو حالة داسين آت كل حروش هاي إلهي تبارك وتعالى هرتي سواحد كل شواب لهاي إنا ديار سطادو بانت الله هو عكوف هنسيي علمك كوهي بيي قرشنا كسيي حل سيادة كساري كون امتحاني أمضى أي حالة داينا دحتي مادو أول موقف كاقي والدك عرورتا دالي بدوين تكسو دحتوري قربها كحري بدأ يبياه كل دحتوري أي إياك إياك أن تبتل بالماء بياه إسكتشرين بياه إسكتش المير أن عقلي كيسو دمين أن قرشد يسيه قرات كيسو دمين أو ويا أرقا حي أو بدوين تا انتل لقصو توري ليري بياه إسكا إلالي يقويان كود هذه أنا مسؤولي دو با إلهي أكتي سكو تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ابن آدم أحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.